بسم الله بسم الله. أي عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد يروح لليد اليسار. بسم الله. أي عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد يروح لليد اليسار. ينتقل أي عارض في الجسد الآن من مس أو سحر أو عين أو حسد إلى اليد اليسار، ومس العشق اللي موجود في الرحم ينتقل للقدم اليسرى الآن طاعة لله. يسحب الصداع اللي في الرأس، يسحب الصداع اللي في الرأس، العارض اللي بيسكن في الرأس انزل من الرأس الآن، واسحب الصداع اللي انت سببته وانزل إلى اليد اليسار. يسحب الأذى اللي أسفل الظهر، العارض اللي بيسكن أسفل الظهر، اسحب الأذى من أسفل الظهر الآن وانتقل إلى القدم اليسار طاعة لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله بسم الله. وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله. أغمض عينك. ليش ما أنت مغمض عينك؟ أغمض عينك. ها غمضت؟ أغمض عينك عشان يكون هذا داعي للتركيز معايا. بسم الله بسم الله. يسحب أي أذى في هذا الجسد من مس أو سحر وين وحسد إلى اليد اليسار. العارض اللي بيسكن في الرأس انزل من الرأس الآن. يسحب الصداع بأمر الله الواحد الأحد. يسحب الصداع من الرأس ويسحب كل من يسكن أسفل الظهر إلى القدم اليسرى. يسحب كل من يؤذي هذا الجسد. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. يسحب كل من يؤذي هذه الأجسام بأمر الله. يسحب الصداع من الرأس ويسحب الألم اللي أثفل الظهر ويسحب الألم اللي في الركب والمفاصل. تنقطع الأصوات من الأذن بأمر الله. تنقطع الأصوات من الأذن بأمر الله. ينقطع أي صوت من وسواس قهر في الأذن بأمر الله. بسم الله. يسحب كل من يسبب تشوه في الجسد. يسحب كل من يسكن في الرحم إلى القدم اليسرى. بسم الله. يسحب كل ضرر. أغمض عينك. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يسحب كل أذى في هذا الجسد من مس أو سحر أو حسد إلى اليد اليسار. يسحب
أحرج عليك بالله العلي العظيم أن تسحب نفسك من اليد اليسار الآن وتخرج من الجسد، وأحرج بالله العلي العظيم على من يسكن في الرحم أن يسحب نفسه إلى القدم اليسرى الآن ويخرج من الجسد، وأحرج بالله العلي العظيم على كل من يسكن في الرأس ويسبب وساوس أن يسحب أذاه من الرأس الآن ويخرج منها، وأحرج بالله العلي العظيم على كل من يسكن في الصدر أن يسحب أذاه الآن من الصدر ويخرج منها بأمر الله الواحد الأحد. بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله. أخي الكريم، فضلا وليس أمرا، لو الصداع اختفى من عندك تماما، أو الألم اللي بتحس بيه في أسفل ظهرك اختفى، أو الألم اللي في ركبك ومفصلك اختفت، فضلا وليس أمرا دع لي تعليق أسفل الفيديو، اكتب لي فيه حسيت بإيه وإيه اللي تغير معك أثناء الرقية، وأنصحك أنك أنت تكررها مرارا وتكرارا، وكل ما حسيت بالهموم وكل ما حسيت بالتعب وكل ما حسيت بالصداع وكل ما حسيت بالألم في جسدك أنصحك أنك أنت تستمع ليها، وإن شاء الله هتلاقي كل الألم اختفت من عندك. بسم الله. بسم الله. أي عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد يروح لليد اليسار. بسم الله. أي عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد يروح لليد اليسار. ينتقل أي عارض في الجسد الآن من مس أو سحر أو عين أو حسد إلى اليد اليسار، ومس العشق اللي موجود في الرحم ينتقل للقدم اليسرى الآن طاعة لله. يسحب الصداع اللي في الرأس، يسحب الصداع اللي في الرأس، العارض اللي بيسكن في الرأس انزل من الرأس الآن واسحب الصداع اللي انت سببته وانزل إلى اليد اليسار. يسحب الأذى اللي أسفل الظهر، العارض اللي بيسكن أسفل الظهر، اسحب الأذى من أسفل الظهر الآن وانتقل إلى القدم اليسار طاعة لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله. وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله. أغمض عينك. ليش ما أنت مغمض عينك؟ أغمض عينك. ها غمضت؟ أغمض عينك عشان يكون هذا داعي للتركيز معايا. بسم الله. يسحب أي أذى في هذا الجسد من مس أو سحر وين وحسد إلى اليد اليسار. العارض اللي بيسكن في الرأس انزل من الرأس الآن. يسحب الصداع بأمر الله الواحد الأحد. يسحب الصداع من الرأس ويسحب كل من يسكن أسفل الظهر إلى القدم اليسرى. يسحب كل من يؤذي هذا الجسد. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. يسحب كل من يؤذي هذه الأجسام بأمر الله. يسحب الصداع من الرأس ويسحب الألم اللي أثفل الظهر
ويسحب الألم اللي في الركب والمفاصل. تنقطع الأصوات من الأذن بأمر الله، تنقطع الأصوات من الأذن بأمر الله، ينقطع أي صوت من وسواس قهر في الأذن بأمر الله. بسم الله. يسحب كل من يسبب تشوه في الجسد، يسحب كل من يسكن في الرحم إلى القدم اليسرى. بسم الله. يسحب كل ضرر. أغمض عينك. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء